خطوة يمكن تغير حياتك، وبخطوة تبدأ مشروعك، خطوة ورا خطوة تقدر تحقق حلمك. برنامجنا هو دردشة مع شباب، كيف كانت أول خطوة في بناء مشاريعهم. هنشوفوا أهم المراحل اللي مروا بيهن من تحضير وصعوبات، وكيف قدروا يصنعوا من مجرد فكرة مشروع على أرض الواقع. حتى أنت أبدأ وما تقولش مستحيل، لأن حتى برنامجنا هذا كان مجرد فكرة. فن الشارع، خربجة عسيسان أو الجرافيتي، كل شخص عنده منظور وكل شخص مسميه باسم. في البعض من الناس يشوف فيه إنه هو مجرد تخريب، مجرد تشويه مظهر العام، خربجة عسيسان وخلاص. والبعض الآخر يشوف فيه إنه هو فن، إنه هو ثقافة، إنه هو وسيلة إعلامية يوصلوا بها رسائل ويوثقوا بها أحداث معينة. تاريخياً فن الجرافيتي او الجرافيتي بشكل عام من ايام العصر الحجري والانسان القديم. المخطوطات والرسومات نشوف فين الان في الاهرامات وفي المغارات القديمه كان عباره عن رسائل، نقدر نعتبرها رساله عبر الزمن، قدرنا نعرف بها ثقافات احداث معينه صار الزمن بشكل عام والحضاره اللي كانت، وايضا قدرنا نعرف لغه الحوار اللي كانت بيناتهم. ضيفنا اليوم فنان موهوب قدر يصنع من موهبته مشروع وايضا يكسب به. خلونا نشوف مع بعضنا اول خطوه معنا اليوم. إسلام جعفر أو إي جي، شاب مدينة بنغازي مواليد 1994، بدأ هوايته من صغره. إسلام شجع والده لأن حتى هو كان رسام. سنة 2008 اتجه إسلام لفن الجرافيتي وبدأ في البحث والدراسة عن الفن هذا، وفي سنة 2013 كانت أول جدارية الإسلام هو ومجموعة من الفنانين في مدينة طرابلس، وتعتبر من أكبر جداريات في الشرق الأوسط، ومنها انطلاق إي جي لدولة تونس لرسم جداريات أخرى. في الآونة الأخيرة قعد اسم إسلام جعفر على أغلب الجدران في مدينة بنغازي، إلى جانب أنه أعطى العديد من الدورات في المجال هذا. حلم أنه يكون واحد من فنانين العالم في مجال الجرافيتي. إسلام عنده كرم واجد لخطوة، تعالوا نشوف. خلينا نرجع شوية بالوقت لبداياتك في فن الجرافيتي، أحكينا على بداية إسلام في فن الجرافيتي. أول ما بديت في 2008 يمكن كانت عندي خلفية عن موضوع الجرافيتي هذاي، ما كنتش نعرف حتى اسمه، كنت حبك ندير حروف يعني خشت بعضا كذا طريقة ذي. بعدها من 2012 أو 2013 شاركت في وركشوب درناه في طرابلس، كان بمشاركة فنان تونسي ووطنا يعني دورات في الرسم نفسه، وتعلمت منه واستفدت منه حاجات واجد يعني، ومنها كانت اول يعني اول مره نمسك بخاخه ونرسم عليه. كانت بدايه رسميه يعني، كان كلها سكتشات ورق وني، بس تو كبدايه رسميه كانت في 2013 2012. لاي مشروع او موهبه يجب ان يكون هناك يعني نقولوا بعض المشاكل والعثرات يعني، لان لو ما فيش المواضيع هذين، لو ما فيش مشاكل ما كانش مشروعك ناجح يعني. اذا كان انت ما عندكش مشاكل معناه انت ماشي في الطريق الغير صحيح. فأنت لأني أنا شفت أن أنت ماشي في الطريق الصحيح فأكيد واجهنك مشاكل. احكي لنا شوية عن المشاكل اللي واجهنك في بداياتك وإلى الآن، يعني أنواع المشاكل. بالنسبة صعوبات حاجات واجه بكل، كيف المكان أول شيء، المكان هذا صعب بكل أنك تحصل مكان معين أساس معين باش ترسم فيه، أو نوع الرسمة شنو بتديرها، مش أي مكان ترسم فيه تمام. يعني كل مكان له رسمة معينة حسب نوع رسالتك. جميل تمام. يعني انت تحدد في نوع الرساله، تحدد نوع الرساله وبعدين تحدد المكان. ايوه. وفي عندك طبعا الادوات نفسها من ناحيه سبراي بخاخ وكذا، وني ما علينا قصه يعني عندنا نوع مصري احنا بس لان في السوق يعني خطي كذا ما فيش تعبان بك باهي. هل في جهات معينه او مؤسسات معينه استعانت بكم في الفن هذا؟ في
هذه كانت في 2013، درنا جدارية في طرابلس، مشاركة قريب 16 أو 17 رسام، ومنها كنا نحن أنا ومعي شخصين، ثلاثة أشخاص من بنغازي وواحد تونسي نفسه اللي كان معنا في المشهد قبل في طرابلس، وواحد مصري أصلا مصري. درنا وركشوب للأطفال وخيناهم حتى ما يطلعوا يرسموا معنا على أساس تمام. درنا يعني جدارية كبيرة جدا، يعني تعتبر من أكبر جداريات في الشرق الأوسط. ما شاء الله، هو السي في بتاعك مليء يعني في تجارب الجرافيتي، لكن أكيد في تجربة معينة كانت هي المميزة في سلسلة التجارب بتاع السلام. هذه فيها في 2014 كانت يعني آخر جدارية نديرها أنا وفنانين رسامين جرافيتي بكل الشغل كله بروحي يعني. كانت 2014 وقت يعني كان البلاد مثلا تسكر وكذا، وكان في صعوبات يعني. لقيت يعني إيميل تليفوني، فحتى من دقة شعري يعني حق يعني من ناحية اسم دقة شعري، رنا يا صاحبي أسلام في شخص بعث لي وموضوع رسم ما كلموكش قلي إيميل بالإنجليزي، خشيت بحط مظبوط. قلت هو الإيميل أنت تجاهلته في الأول؟ نفسه جاهلته نفسه. قلت الإيميل نحن حاولين، أهلا أسلام، نحن حاولنا نتواصلوا معكم، ما عرفناش كيف نتواصلوا، وحاولنا نحجزوكم تذاكر لتونس وما لقيناش كيف نحجزوكم، وأنت من المطار عندك مسكر وتعدي. أنت الآن في الرسالة هذه مش عارف شنو المغزى. فهمت. في إحنا منادين كم حفل تكريم على الموضوع درناه اللي قبل سنة في طرابلس 2013 في طرابلس جدري. أيوة جدري طرابلس. تمام. عديت طبعا طبعا قالوا لي احجز تذكر انت من عندك وكذا، حطيت كل شيء غادي تمام يعني اساس متفقين معي انا والشخص هذا بس يعني المفروض ان انتم. وكان في مشاركه يعني قريب قلت لك 16 فنان، هم اختاروا ناس معينه يعني حق جميل محسب انا شنو انا ونادر انت صديقك اللي بلغك عن نادر. طلعت انا وياه حجزنا محاولتك مش حصلت يعني كم ما شفت اليمين مثلا 3 ايام على الموضوع هذا شبه مستحيل. طبعا اشتغل موضوع الوسطات اللي يعني حصلت التيكت وكذا، وطبعا الحمد لله وصلنا غادي وبدينا. بس كانت في حاجه يعني مميزه جدا اللي هو ان صاحبنا ايمن جهاني البهلي، وكانت مفاجاه انه هو ثاني يوم دق الباب صابوا احنا اثنين بس دق الباب احنا الباب اول بهلي وكذا. هذه كانت يعني اكثر شيء يعني كانت المفاجاه مفاجاه يعني. مستقبلا كيف تشوف فيه فن الجرافيتي في ليبيا؟ في قبلية تقول لك درت آخر شيء درت ووركشوب خاص بالكشافين، طلبوا مني يديروا موضوع مرسم كذا، هم يديروا جدارية على المقر متاعهم. وطبعا يعني جيل يعتبر من 10 سنين لعند 13-14 سنة هم يحسبوا رسم عادي، أعطيناهم رسم الشخصيات وأعطيناهم الجرافيتي، لاحظت إن في ميول كامل إن كل متجهين للجرافيتي اكثر اكثر من اعطيتهم الاساس واعطيتهم كيف كيف ما بديت انا بالضبط، وريتهم كيف طريقه 3D، كيف توزيع الحروف، وفي الخط الوايلد ستايل، وفي الخط العادي، الخط المفهوم والخط مش مفهوم. بعدين يعني كملت وركشوب وبدينا الجداريه، وني الفكره ان بعد شهر او شهرين في ناس دار حتى فيديوهات من شباب الشباب نفسه تدربته اطفال داروا رسم مع الحيط وفيديو مصورين فيديو كذا للزورية يعني ما شاء الله يعني. كيف يا رجل شخص تطيه كذا ويجي في بادر يعني في موضوع هنا في مرحلة أنا استاذ خطوة. يعني أنا في خطوة دقيقة في خطوة, خطوة في خطوة كبيرة جدا. نرجع مرة أخرى لزمن قديم شوية. في البدايات لما كنتوا ترسموا كيف كانت ردة فعل الناس؟ في يجيبوا لك لبص لبس هذه اول حاجه لبس خرب خرب جسد تمام. هذا مفهوم ناس واجد ان هو تخريب، هو مش تخريب، مش تخريب ابدا تمام. بالنسبه للرسم يعني صار معي موقف زمان تمام، درنا جداريه في طريق سريع عندنا طريق بط بنغازي، درنا جداريه على رمضان كريم انا وثلاث اشخاص بدينا في جدارية. الأساس كان ملبس أول شيء، كان خربشة وكذا واللي بفحمة واللي مش عارف شنو، نظفنا الأساس أول يوم
ثاني يوم طبعا نبدأ من أمتى؟ نبدأ من 2 في الليل عند الفجر عند الصبح يطلعني. لما بدينا بموضوع حضايا وبدينا خط وكذا في ناس تخطم طبعا بغض النظر واحد يقول لك كلمة سمحة واحد يقول لك كلمة شينة يعني مستقبل عادي بس في يعني حاجة مميزة جدا اللي هي شنو؟ قاعدين نرسم لابينا اللي علينا درس عينا واحد نزل بارك الله فيكم يا شباب مش عارف شنو فتح شنطة انا مش فاضي كان كثيرا جيت لبست وجيت زوقت معاكم مش عارف فتح شنطة نزلنا صد زوق هيك هي صدمة ليا قال حاولت نساعدكم في حاجة ما عرفش نساعدكم ما هلا يعني في السيارة يعني يقدر يروح يعني موضوع خطة الناس يرسموا عادي جدا ربي يحفظهم انك تمشي لا عدى جاب زوق جاء قال لي عندي يعني حاجة بنساعدكم بها يعني كان شيء مميز للغاية أكيد كيف يعني خط ما يكون واحد يدك حاجة كيف كذا يعني بتكون ردة فعلك خشوا في فقرة اسمها في اس نعطيك إجابتين تختار واحدة منهم وتعلل لي سبب أولا شن شايف الشيء اللي يساعدك في موهبتك أنك تكون في ليبيا أو تسافر برا ليبيا هي شن نقول لك هي تكون هنا أفضل لأن في إقبالية عن موضوع هذا الفترة الأخيرة نشوف في إقبالية عن موضوع هذا بس هي تحكي لي كمستقبل لي أنا نشوف فيه يعني أنا عندي دولة معينة خاصة بموضوع الرسم مختصة بالشيء هذا وفيها منافسات لموضوع الرسم اللي هي ألمانيا 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 لما تمشي تحس ملبس يعني ملبس ملبس لما تمشي مية شوفوا في المنظر اللي في ألمانيا في 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 يعني تجيك نية ترسم تعتبر يعني شنو نقول لك متحف خاص بالرسم يعني رسمك على الجدران هل تفضل انه يكون رسم حر منك انت او رسم لمنظمة معينة؟ حر ليش؟ لأنك انت لما جيت وفرضني على شيء معين مش هتكون كيف ما مزاجي هنا صحيح صح؟ تختار حرية او امكانيات؟ امكانيات ليش؟ دائما السؤال هذا حيكون حرية اجابته امكانيات ولا ليش؟ وفر لي بخاخات وفر لي الدنيا دي كلها تمام؟ بالنسبة للحرية الفن هذا انشهر من غير حرية لا توجد حرية لا توجد حرية إن كان الفن هذا كان متمرد في البداية أكثر إنه يكون إنه في حرية إني أنا نجي نرسم على أساس هذا أو نرسم على أساس هذا لا بين بيك تعرف فن الجرافيتي من منظورك الشخصي إذا كان هناك تعريف واضح الجرافيتي نشوف فيه إننا كيف أنا نشعر في حاجة درت على ورقة منها حولتها للساس أكثر لا أقل مش إننا ناوي نخرب مكان أو جاي بندير حاجة كذا عبيطة أو حاجة لا نفس ما يشوفه في أغلب الناس من هو فنانك مفضل اللي ترى أنه هو قدوة لك تحاول تكون كيفه حاول سفلس من هو سفلس؟ مانيش عارف أي شيء خاطئ أنه سفلس مش بين أي شيء يعني مش مبين يعني بس يقولوا ألماني يقولوا ألماني يعني هو لاحظت أنه أغلب رسماتي أنه في ألماني يعني نقول كذا يعني من مجموعة الأعمال اللي قمت بها أنت كفنان جرافيتي شنو أكثر عمل مفضل بالنسبة لك؟ هو بتاع طبعاً موضوع بتاع تونس كان هو حفل تكريم كيف ما قلت لك كان حفل تكريم في السفارة الكندية ودرناه وكذا بس نحن لما التمينا هالثلاثة جو تونس ما دروا شيء كذبة تمشيش لما على الأبيض درنا سكتش وكذا ورينا لهم ولازم نديروا حاجة وفرون لنا ساس تمام ساس مسرح وكان بمشاركة فنانة حتى هي تونسية جات هنا من قبل يعني رسمت حتى رسمة هنية في بنغازي درنا رسمة يعني جدارية فيها خط العربي وفيها جرافيتي وفيها الستنسل يعني درنا كواقعية حرب بس قلبناها الفن ولا كيف فجر موهبتك وانفع من حولك هنا اكثر مصطلحات استعملناها اسلحة التعبير الشامل في مصطلحات كيلبور ما حاجات كيف كذا عرفته يعني حاجات
تقتل الحرب يعني وقف بدل القتل السلام عواكس يعني كل حاجة العكس كل حاجة العكس بتاعها. لو خيروك يا إسلام إنك تختار مكان في بنغازي وترسم عليه رسمة لنقول إن هي الرسمة اللي هي حتكون توقيعة إسلام وين المكان في بنغازي وشن حتكون الرسمة؟ حتكون أعلى مكان أعلى هافن يعني أصعب مكان عندنا إحنا كرسامين كرسام جرافيتي أصعب مكان إنه يكون حصل مكان عالي ويرسم فيه. نقول لك مبنى الدعوة الإسلامية. مبنى الدعوة الإسلامية. يعتبر الهيفن بالنسبة لك. أنا شوف فيني يعني ككادر باين يعني وكل الناس هتشوفها. شنو هتكون الرسمة؟ بغض النظر عن اسمي يعني بندير اسمي حندير بنغازي. حندير بنغازي. مش موري أنا مش موصل إن في حاجة اسمها ليبيا في حاجة اسمها بنغازي قاعد قاعدة فيها فنانين فيها مواهب بغض النظر عن الرسم في ناس راه محترفة في أشياء واجد يعني. مش بينين صحيح وهذه ممكن نحاول ان يكون لنا دور فيها نحن كخطوه. وصلنا لنهايه حلقتنا اللي هي اول خطوه معنا، لكن قبل ما نختمه بيك توجه رساله للشباب اللي عنده مواهب لكن بمسمى نقدر نقوله ما تمش استثمار المواهب مش ننميها. تمام. أنا نقول لأي شخص يعني عنده موهبة معينة الرسم عزف في حتى ناس توا يعني خش على موضوع الديكورات اللوح كذا في ديزاينات واجد يعني وراقدين بيه يعني مش دروش شيء يعني لكن كاسد في شوكة أو ميكانيك مكافي هذين حافظين يعني بالعكس عادي استغل الفرصة نتاعك كيف هنا كنت نرسم عادي جدا درت صفحة نزلت في الصفحة لاحظت ان في محل محل نبي نرسم عندي ديكور معين نبي مكان عندي ساس نبي ندير فيه كذا كذا كافي شوب او كذا اوكي هو يعني كذا هو حطني في اطار معين يبي يدير حاجه معينه اوكي انا درت ديزاين رسمت ما نعرف شنو حصلت مقابلها مقابل مادي او حاجه كيف كذا يعني ما وقفتش ما كسبتش يعني درت حاجه انا ما هو تي درت حاجه انتقلت بيه لمشروع ايوه درت له مشروع ما هو تي ما قالش كذا يعني عندك حاجه حاول انك تطورها حاول انك تنميها استغلها من ناحية كعمل بدل انك تكون كسب بس انتقل بيها من مجرد موهبة الى مشروع. شكرا اسلام جعفر اي جي حقيقة خيد منك معلومات واجد بخصوص فن الجرافيتي. ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب واعلى المراكز وان شاء الله ترسمنا الدواء اسلامي بإذن الله. وصلنا مشاهدينا لنهاية اول خطوة معنا اليوم أول مشروع أول موهبة. لازلنا مستمرين ومازال أمامنا ما يقارب الأرقام كبيرة يعني ممكن نقوله مئات المواهب ومئات المشاريع ومئات الخطوات. نلتقي في خطوة أخرى. السلام عليكم. Let's go.